السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم إلى حلقة اليوم من حصة الصحافة، والتي نستعرض فيها معكم أبرز عناوين بعض الصحف في منطقتنا المغاربية، وكذلك بعض الصحف العربية الدولية، وكذلك أبرز عناوين بعض الصحف الغربية. بداية من الصحف الجزائرية، والتي اهتمت أساساً بقمة السبع في إيطاليا ومشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ومن صحيفة الحوار، رئيس الجمهورية يجري محادثات مع قادة كبرى دول العالم، بحيث تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمدينة باري الإيطالية مع قادة كبرى دول العالم على هامش قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم، وذلك قبل انطلاقها الرسمي. وخلال القمة التقى رئيس الجمهورية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورئيس وزراء كندا جيمس ترودو، إضافة إلى عدد من زعماء العالم. كما كان لرئيس الجمهورية نشاطا مكثفا، حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو. في نفس الصحيفة، الحجاج في بيت الله الحرام يشرعون في صعود عرفة تحسبا لأداء الركن العظيم في الحج. محليا، مديرية الأشغال العمومية لولاية سمسيلت تقول بإتمام 13 طريقا نوعيا قبل 2025. وفي العاصمة، دخول حيز الخدمة لمركز الاتصالات لمؤسسة إيتوزا. وكذلك في ولاية لبليدة، توزيع حصة ب1136 سكن عمومية إيجاري. وفي أحوال الطقس، نشرة خاصة، موجة حر مرتقبة غربي البلاد في خلال الأسبوع المقبل. إلى صحيفة الديوان عربيا، هل نجت حماس من فخ الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ آخر تطورات وكواليس ورقة التهدئة والفخ الذي نصب للمقاومة. وعشية عيد الأضحى المبارك، أجواء مميزة لعيد الأضحى في الجزائر، عادات تعطي للعيد نكهة وبهجة فريدة تختلف عن باقي الأيام. سياسيا، رئاسيات 7 سبتمبر، حزب جبهة التحرير الوطني يدعو رئيس الجمهورية للترشح. وفي ولاية وهران، تخرج الدفعة 54 من المدرسة العليا للطيران الشهيد جبار الطيب بطفراوي، وتركيب 7000 سيارة نفعية من نوع فيات دوملو بحلول نهاية أجولية. في قمة مجموعة السبع، الجزائر شريكا استراتيجيا موثوقا لكبار المصنعين في العالم. رئيس الجمهورية يلقي خطابا ويجري لقاءات مع عدد من قادة كبار العالم. في ذات الصحيفة رياضيا، صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يقول هناك مجموعة تحاول التشويش عن المنتخب الوطني. وإلى صحيفة الشروق، في ذات السياق الرياضي، سعدي يدعم بيتكوفيتش وينتقد مرة أخرى خصومه دون تسميتهم. وعيد الأضحى حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي. والحكومة تدرس تعديل شروط الاستفادة من سكنات عدل 3. وفي لقاءاته في إيطاليا، رئيس الجمهورية تبون يستقبل في باري الإيطالية رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني. وتم هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم. إلى صحيفة المسار العربي، الحرب سلبت أطفال غزة طفولتهم. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذا ما قاله، مضيفا بأن الأطفال الفلسطينيين، الحرب سلبت الأطفال حياتهم. وأضاف لازاريني في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله. كثير منهم قتلوا، وكثير منهم أصيبوا، وكثير منهم سيظلون مشوهين مدى الحياة. ووزير التربية يؤكد بأن الباكالوريا وامتحاناتها جرى في ظروف ممتازة. فقد أكد وزير التربية الوطني عبد الحكيم بالعابد في الجزائر العاصمة بأن امتحانات شهادة الباكالوريا لدورة يونيو 2024 جرت في ظروف تنظيمية ممتازة وفق قولها. إلى صحيفة الوسط،
مشروع تزويد عاصمة تيارت بالماء من الحوض الجوفي الشط الشرقي. فقد أشرف وزير الري طه دربال على وضع حيز الاستغلال لمشروع تزويد مدينة تيارت بالماء الشروب انطلاقا من الحوض المائي الجوفي الشط الشرقي الذي يوفر 10,000 متر مكعب يوميا. وأوضح دربال أن وضعية تزويد سكان مدينة تيارت بالماء ستتحسن بشكل كبير ابتداء من اليوم بعد وصول المياه إلى بيوتهم، حيث أن هذا المشروع سيوفر 10,000 متر مكعب يوميا لترتفع الكمية الإجمالية إلى 34,000 متر مكعب بفضل الإجراءات الميدانية المتخذة، من بينها دخول آبار جديدة حيز الاستغلال إضافة إلى حشد كميات أخرى من آبار فلاحية وصناعية، وذلك بفضل هبة تضامنية من الشعب الجزائري. بعد الصحف الجزائرية مشاهدين الأفاضل، نواصل استعراض أبرز عناوين بعض الصحف في باقي البلدان المغاربية. هو من المغرب وصحيفة الأخبار: إسكوبار الصحراء ينتصب طرفا ضد بعيوي والناصري القيادان البارزان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، وجه لهما اتهامات من داخل السجن بالسطو على ممتلكاته وأمواله، وذلك طبعا ضمن الملف المعروف إعلاميا في المغرب بإسكوبار الصحراء على خلفية بارون المخدرات المالي. واتفاق ينهي الاحتقان بكلية الطب والصيدلة، 90% من الطلبة وافقوا على المقترح الحكومي لإنهاء حالة الاحتقان. وعيد الأضحى في المغرب محطات تاريخية كبيرة لا تنسى، نفي من البلاد وأحكام إعدام لمخططين لقلب النظام المغربي. عقود إذعان بمدارس خاصة تثير غضب الآباء، مؤسسات فرضت شروطا لإعادة تسجيل التلاميذ. واختلالات تسائل ملايير التدبير المفوض بتطوان، مآل تقارير بعد إعفاء مسؤولين وافتحاص ميزانيات. وإلى صحيفة الصباح: صرخة الإعلام توحد الناشرين والصحفيين المغاربة، والضرائب تتعقب متهربين بمكاتب التوثيق، وداعش مغربي هدد بطولة أوروبا للأمم، ومغاربة يفضلون قضاء العيد بإسبانيا، وذلك بعد ارتفاع غير المسبوق في أثمنة الأضاحي وانخفاض تذاكر الطيران. إلى تونس وصحيفة الشروق: في ذكرى استشهاد قاهر الأمريكان والصهاينة، كما تعنون: الأيام الأخيرة في حياة الشهيد صدام حسين، غزة تذبح في العيد. وفي عنوانها البارز الرياضي: اليوم أمام المنستيري، الترجي لحسم اللقب، تشويق وإثارة بين النجم والصفاقس. وإلى صحيفة المغرب: عيد الأضحى والإسلام التونسي من أجل مشترك ثقافي يؤسس إلى الغد. والطبوبي: خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، من واجب الحكومة التونسية استئناف الحوار فورا، ولم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات والتضييقات. واستنطاق منذر لونيسي وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سابقية القصد. والانتخابات الأوروبية وفي العالم بين نتائج الصندوق وعجز السياسات. فيما الأونروا تحذر من كارثة صحية في غزة، حماس تتشبث بوقف كامل لإطلاق النار، وإسرائيل تتمسك بهدنة مؤقتة. إلى ليبيا وصحيفة المرصد: العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على روسيا لا تأثير لها على ليبيا، وفق ما صرح به رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. ومشكلة عدم توفر السيولة لو حدثت في بلد آخر لتم إقالة محافظ البنك المركزي، هكذا تساءل عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي. والعقوبات المفروضة على البورصة الروسية، ليبيا الأقرب لدفع أفدح الأثمان، وليس من الحكمة السماح بانتخاب بلديات في ظل وجود انقسام سياسي، وهذا ما طلب به وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حسن الصغير. وإلى صحيفة الوسط: السفيرة الأمريكية في ليبيا تحذر من النشاط الصيني والروسي في البلاد. فقد حذرت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى ليبيا جينيفر جافيتو من الوجود الروسي والصيني في ليبيا، متحدثة في هذا الإطار عن نشاط شركات الاتصالات الصينية في ليبيا، وأيضا عن الوجود العسكري الروسي.
ونبهت جافيتو في بيان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى النجاحات العميقة كما تصفها لشركات مرتبطة بالصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، ملمحة إلى إمكانية أن تلعب الصناعة الأمريكية دور البديل لتلك الشركات حتى لا تعتمد ليبيا على شركاء غير جديرين بالثقة كما تقول لأمنها القومي حسب تعبيرها. ختاما في الصحف المغاربية من صحيفة أنباء إنفو الموريتانية، ولد الغزواني يلتقي نظيره الجزائري وسط أنباء عن انتهاك البوليزاريو حرمة التراب الموريتاني لضرب المغرب. فقد التقى ظهر الجمعة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة السبعة التي تستضيفها إيطاليا. لقاء الرئيس الموريتاني مع الرئيس الجزائري الذي تم بعد حوالي أقل من ساعة على وصوله إلى إيطاليا، ربما تقول الصحيفة، جاء تحت ضغط الأنباء المتطابقة الواردة من ولاية تيرس أزمور شمال بلاد شمال موريتانيا، تفيد بتحرك للجيش الموريتاني نحو منطقة داخل الحدود الموريتانية يعتقد أن عناصر من البوليزاريو استخدمتها مساء أمس منتهكة السيادة الوطنية لمهاجمة قواعد تواجد الجيش المغربي في جوار المنطقة العازلة. وسياسيا في موريتانيا لأول مرة في البلاد انطلاقة باهتة للحملة الرئاسية. أما الآن مشاهدين الأفاضل فإلى عناوين بعض الصحف العربية الدولية ومن صحيفة الشرق الأوسط. مواجهة جبهة لبنان تشتد وتتوسع، محاولة اغتيال إسرائيلية جديدة، وميقاتي يطالب مجددا بتطبيق القرار 1701. الحجاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم، نجاح خطط التصعيد في مكة المكرمة والمشاعر. شرق أوسطيا، هدنة غزة في المربع صفر مجددا. وصندوق النقد يشود بالتحول غير المسبوق في السعودية. والإطار يعارض دعوة المالكي في العراق لانتخابات مبكرة. والغرب يصعد ضد النووي الإيراني ويطالب بوقف التخصيب. إلى صحيفة العرب، سعي السعودية إلى إنهاء الحرب يمهد للقاء بين العليمي والمشاط. سلطنة عمان تنجح في بناء الثقة والتقريب بين مختلف الأطراف اليمنية. ما يهم السعودية الآن هو التوصل إلى حل سريع لإنهاء المعارك في اليمن، وبقية الخلافات يمكن حلها بالتفاوض في مرحلة لاحقة. وتأييد فلسطيني لحماس والكفاح المسلح، فأي فرص لنجاح الهدنة؟ المزاج الفلسطيني المساند لحماس يصيب مساعي الوسطاء بالفتور ويقوي رهان إسرائيل على الحل العسكري. ومقتل قائد من الدعم السريع لا يؤثر على إدارة المعارك في الفاشر في السودان. المعارك المستمرة تسببت في مصرع قادة كثيرين من الجيش والدعم السريع، لكن الحرب تحافظ على زخمها. إلى صحيفة القدس، مع نذر نفاذ الوقود من محطة التوليد الوحيدة الباقية بعد تدمير 20 محطة، الأكسجين في القطاع يشارف على الانقطاع. 30 شهيدا وعشرات الإصابات بثلاث مجازر وغارات عنيفة في مختلف المناطق. نسف أبنية سكنية وقصف مدفعي مكثف للشابورة وغارات على الزيتون والنصيرات. وانتشال جثامين عشرات الجرحى من تحت ركام منازلهم، معظمهم أطفال ونساء. وقوات الاحتلال تعترف بإصابة 11 جنديا خلال معارك ضارية في رفح. وغموض يلف الموقف الأمريكي ينذر بانهيار المفاوضات. وعشرات القذائف الصاروخية على الجولان والجليل، ومخاوف من حرب شاملة في المنطقة. بعد الصحف العربية الدولية مشاهدينا الأفاضل، هذا جرد موجز لأبرز عناوين بعض الصحف الغربية، بداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الأونروا تقول بأن تراكم النفايات في قطاع غزة يشكل مخاطر صحية كارثية في القطاع، بينما الأمم المتحدة تقول بأن ثلثي الطرق في غزة تضررت. وكذلك في نفس الصحيفة، الأمواج الهائجة تعيق رصيف ميناء غزة مرة أخرى. ولليوم الثاني على التوالي، اندلاع أعمال العنف المتصاعدة عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتبادل لإطلاق النار والقذائف بين الطرفين. ووزير الدفاع الإسرائيلي يرفض الجهود الفرنسية لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله.
وبينما فلسطينيون يبلغون عن قصف عنيف على منطقة رفح. وإلى صحيفة لوموند الفرنسية، ناتالي هاينيش عالمة الاجتماع المعروفة تقول: لا، هذا اليسار لم يعد ملكنا بالتأكيد وبشكل نهائي منذ 7 أكتوبر 2023. تشرح عالمة الاجتماع عضو مرصد إيديولوجيات الهوية في عمود بصحيفة لوموند الفرنسية سبب عدم اعترافها بنفسها في اتحاد اليسار الذي تخلى قسمه الراديكالي بحسب رأيها عن القيم الأساسية لفرنسا، لتضيف قائلة: نحن جميعا الذين شكلنا سابقا عائلة الشعب الفرنسي العظيمة لا نتعلق فقط بالقيم التقليدية للجمهورية الديمقراطية والعالمية والعلمانية والعقلانية وحرية التعبير والثقة في المؤسسات التي تضمنها، ولكن أيضا هذه القيم التقدمية هي مكافحة عدم المساواة والتضامن مع المحرومين ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية. لقد اعترفت هذه العائلة وتقصد اليسارية منذ فترة طويلة بأنها جزء من الديمقراطية الاجتماعية الإصلاحية، سواء من اليسار أو من يسار الوسط. لقد انخفض إلى لا شيء منذ التأسيس الكارثي للاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، وبدأ يرفع رأسه في الحملة الانتخابية الأوروبية بفضل البرنامج الذي نفذته بلاس بيبليك والذي أطلق عليه اسم الحزب الاشتراكي، ولكن اليوم لدينا رؤوسنا في الرمال في وسط الصحراء كما تقول. وإلى صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية التي اهتمت بنشاط أميرة ويلز التي تظهر لأول مرة، وعنونت فرقة اللون: أميرة ويلز تشاهد العرض مع جورج ولويس وشارلوت. فأميرة ويلز تشاهد الفيلم مع الأميرين، وسافرت الأميرة إلى الحفل مع أطفالها لتظهر علناً للمرة الأولى هذا العام، حيث تبدأ عودتها إلى الحياة العامة بعد تشخيصها إصابتها بالسرطان. كما سافر الملك والملكة أيضا بعربة لحضور الحفل، حيث استقل حافلة الدولة الاسكتلندية بينما ركب أمير ويلز حصانا لحضور هذا الحدث الذي يعتبره البريطانيون مهما جدا. الأميرة التي لا تزال تخضع للعلاج الكيميائي ستظهر لاحقا رسميا على الشرفة إلى جانب الملك وأعضاء العائلة المالكة الآخرين في بريطانيا. نصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى فقرة التغريدات لهذا اليوم من حصة الصحافة، بداية مما كتبه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: في عالم غارق في الصراعات وعدم المساواة والتمييز، يجب علينا أن نعمل بجد أكبر لتعزيز الحوار والتعاطف وحقوق الإنسان للجميع. فبينما نبدأ العد التنازلي لمئة يوم للسلام، دعونا نزرع بذور اللاعنف والعدالة والأمل. وإلى ما قالته الأونرو ومنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين: سلبت الحرب أطفال غزة طفولتهم، الناجون يعانون من صدمة عميقة، دمرت مدارسهم وفقدوا عاما دراسيا كاملا بدون تعليم أو لعب، لكي لا يصبحوا جيلا ضائعا يسهل استغلاله من أجل الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب وقف إطلاق النار الآن. وإلى ما قالته منظمة الصحة العالمية: لا تزال منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء تصاعد الأزمة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية، حيث تؤدي الهجمات على البنية التحتية الصحية وزيادة القيود المفروضة على الحركة إلى إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية. وبينما أيضا كتبت الأمم المتحدة هذه التغريدة: السبت هو اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين، يمكن الوقاية من إساءة معاملة المسنين، ويمكن لكل منا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كبار السن. إن مراقبة العلامات وتحديد أفراد المجتمع الضعفاء والخطوات الأخرى يمكن أن تحدث فرقا. وإلى تغريدة اليونيسف: في عام 2023 حقق العالم معدل تسجيل مواليد 76%، وبدونها يحرم الأطفال من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. لن تتوقف اليونيسف حتى يتم إحصاء كل طفل ورعايته. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحافة، أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.